بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، ونرحب بكل الساده مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. هنقدم النهارده الاسماك، منيو اسماك النهارده قوي جدا ان شاء الله يعجبكم، وهنقدم معاها خبز كده بالكركم، نقدر نعمله في الزيت زي الخبز البوري، وهنعمل رز النهارده بالفلفل الالوان ان شاء الله. استنى اسئلتكم او اي استفسار على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، من اي رقم محمول 1710، يعني معاك رقم محمول عايز توصل من خلال البرنامج 1710 0909 710، من اي تليفون ارضي. خلينا نشوف، هنبدا ان شاء الله الوصفات. استنى طبعا اي اسئله بخصوص برضو المسابقه اللي موجوده ومكمله معانا على الغساله الاوتوماتيك اللي انتم حضراتكم شايفينها، الوايت بوينت من العبد، زي ما انتم شايفين الغساله بالاوبشن بتاعها بكل حاجه جديده طبعا، حتى الكتالوج بتاعها هتلاقيها موجود وكل حاجه هتلاقيها موجوده عندك، مجرد بس ان انت تجاوبي على السؤال تقدري على فكره تخشي على طول على المسابقه. انت عايز تغسل فم ولا ايه؟ حتى لا يلتصق السمك بالشوايه، عشان ما يلزقش سمك بالشوايه بنحط تحته ثوم ولا طماطم ولا بنقطع له شرايح ليمون يدي طعم وما يلزقش كمان. من اي موبايل 1 3 7 او من اي رقم ارضي 0909 3 7. ده بالنسبه لسؤال المسابقه، مسابقه برنامج المطعم. خلينا نشوف السمك اللي احنا هنعمله النهارده ازاي هنبدا نشتغل فيه. اول حاجه عندي، خلينا بس اتبل السمك الاول وبعد كده نخش عندنا في العيش ونبدا نشتغل كده خطوات واحده واحده. انا بجيب عندي السمك الفيليه، تمام، اتاكد طبعا اللي ما فيهوش اي سل، ما فيهوش اي حاجه، ونبدا ان احنا نقطعه زي ما حضراتكم كده شايفين. طبعا احسن انواع السمك الفيليه اللي هو طبعا القشر الهامور طبعا، بصراحه من احسن انواع السمك الفيليه لو عايزه تشتغلي بيه. لو عندك الباسة برضو تقدري تشتغلي بيه، مفيش اي مشكله خالص، قشر بياض. فعندك كذا نوع تقدري ان انت تستخدميه، وتقدري تستخدمي اللي هو من الفريزر برضو، تقدري ان انت على طول تستخدميه برضو، مفيش اي مشكله، تحلي منه التبريد اهم حاجه وتشيلي منه التلج تماما، ونبدا اللي احنا نشتغل بيه. الجزء بس اللي في السل دهوت بقوم شايله وبشيل منه السل، وبعد كده ببدا اللي انا احطه عندي في التتبيله تاني وابدا اللي انا اشغله، او اعمله كفته مثلا. لو عايز اعمله كفته برضو ممكن يشتغل معايا كفته بشكل محترم جدا. طيب حطينا هنا السمك، بسم الله هناخد عندنا السمك نحطه هنا اهو، تمام. وبعد كده تعالوا نعمل عندنا التتبيله اللي احنا هنبدا نشتغلها. يا استاذه حبيبه، يا شيف محمد عامل ايه؟ الحمد لله، ازيك يا حبيبه، اخبارك ايه؟ تمام كويس الحمد لله، يا رب بحبك قوي. الله يخليك يا حبيبه، تسلمي. ينفع اطلب طلب؟ اتفضلي طبعا. انا عايزه طريقه عمل الايس كريم بالشوكولاته والفانيليا والبيستا. اعمل لك احلى شويه ايس كريم ان شاء الله الاسبوع الجاي بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا ان شاء الله. حاضر يا حبيبه، من عينيا الاثنين. خد كلمه مختلفه تكلمها لي. اديها لي. الو الو، طب معلش احاول اتصل بينا تاني، خلي اختك تتصل بينا تاني ان شاء الله ونحاول ان احنا نكلمها تاني يا حبيبه، وربنا يخليها لك ويبارك فيها يا رب. هنا ببدا اعمل ايه بقى؟ بجيب عندي الكبه بتاعتنا، وببدا ان انا اجيب عندي الطماطم، بسم الله، حط هنا طماطم اقطعها عندي مكعبات، احط عندي شويه كزبره خضراء، وبعد كده بقوم واخد عندي معلقه مستردة، وان اتفقنا المستردة في تتبيله الاسماك حاجه محترمه جدا، يا ريت ما نستغناش عنها خالص في التتبيله. بعد كده بقوم حاطط عندي شويه من الكمون، حلو الكلام. بعد كده بقوم حاطط عندي شويه من الثوم، ثوم مفروم، ليمونه يا شباب بعد اذنكم، شويه زيت صغيرين، وبعد كده بقوم واخد عندي شويه من الملح،
شويه بابريكا صغيرين، تمام؟ ده كل ده التتبيله اللي احنا بنعملها ليه؟ للسمك نفسه. طيب وبعد كده ببدا ان انا اجيب عندي الكبه اهي، ونغطي على ما نجيب عصير الليمونه. وببدا ان انا اشيلها ونتبل بيها السمك بتاعنا. نقوم واخدينها كده اهيت وننزلها عندي على السمك بتاعنا، السمك الفيليه. نص ساعة بقى فين؟ في التلاجة يا باشا. ونقوم مغطين عليها ونسيبها لحد ما تبدأ اللي هي ايه يعني تشرب التتبيلة. والسمك مش زي اللحوم اللي هو مثلا يقعد في التتبيلة بتاع ساعتين او ثلاث ساعات، هي ربع ساعة بالظبط، نص ساعة ونبدأ نشتغل. وشوفت اصلا جمال التتبيلة واللون بتاعها عامل ازاي. تعالوا ناخد عندنا عصير الليمونة، ونبدأ نعصر عليها الليمونة من فوق كده اهو. احلى حاجة في سمك الليمون هو ده، بيدي المزازة الجميلة للطعم السمك. ونقلب الخلطة دي كلها مع بعضها، وظبطنا الملح وتمام التمام. حلو الكلام. اقوم سايب ديت في التتبيلة زي ما اتفقنا ربع ساعة او نص ساعة فين؟ في التلاجة. وبعد كده ببدأ ان انا اشتغل عندي في العيش، بس اعجنه دلوقتي عشان برضو يلحق اللي هو يرتاح معايا. وهنبدأ اللي احنا نخبزه. عندك طريقتين اتنين للخبز، لاما حضرتك تخبزيه في الفرن او اللي انت تحطيه في زيت زي العيش البوري بالظبط. طيب تعالوا نشوف عندنا العيش ازاي هنعمله. اول حاجة عندي خميرة، معلقة كبيرة خميرة، زيت زيتون، سكر، كركم، ودقيق، ومية. تمام. 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 قدام حضراتكم اهيت العجينة والمقادير. المقادير قدام حضراتكم اهيت، الدقيق، الكركم، السكر، زيت الزيتون، والخميرة، والمية. معجنات في منتهى السهولة تقدري اللي انت تعمليها مع بعض، وازاي نقدر ان احنا ننفذها مع بعض. اول حاجة بجيب عندي الكازرول، وبحط عندي شوية مية، حوالي ربع كوباية مية. بتدفيها حاجة بسيطة، بلاش نسخن الحاجة المية اللي بنعجن بيها، تمام؟ بلاش نسخنها، لان انت بتفقدي المادة اللي انت اصلا بتاخديها من العرق بتاع الدقيق، بتفقدها بالماء السخنة وبتموت الخميرة كمان. فيا دوبك بس بندفيها حاجة بسيطة، بننشط الخميرة. يا ام مي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله كويس. ازاي حضرتك استاذ محمد؟ والله الحمد لله في نعمة، ربنا يعزك. انا كنت طالبة منك بتاعت طلب، عايزاك تعمل لي عيش اللي هو السوري، عايزة اعرفه. العيش السوري؟ حاضر يا فندم، من عينيا الاثنين. انا معجبة بحضرتك جدا. الله يخليك. وكل اكلاتك الصراحة كويسة قوي. ستي ربنا يبارك. وعايزة رقم حضرتك الشخص بعد اذنك. حاضر يا فندم، هقول لك الكنترول دلوقتي. حاضر يا ام مي، وشكرا لحضرتك، وتسلمي لكل اهل السويس طبعا، حبايبنا واهلنا وعشرة عمرنا طبعا. تعالوا نشوف عندنا الدقيق. قال الدقيق اهوت احنا بنحطه هنا، هنا هبطن بيه السمك، واحط معاه شويه كمون وتوم باودر والبصل الباودر. وبعد كده بقوم حاطط عندي البابريكا وشويه الملح. تمام. في صدى صوت يا استاذ حازم، يا باشمهندس حازم بعد اذنك عندي في الفودن، ربنا يكرمك. تمام. بالنسبه بس الناس اللي بتقول هي مش عارفه تشترك في المسابقه، الموضوع سهل جدا. يعني اللي انت تشترك عندي في المسابقه ديت اسهل ما يمكن. انت من اي رقم محمول، يعني انت لو معاك تليفون محمول 137، الرقم الارضي عندك 09937، في منتهى السهوله حضرتك بتتصلي، فبيقول لك اول حاجه الاسم، فبتقولي الاسم شفوي، تمام؟ وبعد كده بتبداي تضغطي على الرقم، الارقام التليفون اللي انت هتدخليه في المسابقه واللي هيبقى موجود معايا، بتضغطي على ازرار التليفون، عشان في ستات كبيره ربنا يخليهم لنا ويبارك فيهم، ساعات بيبقى الموضوع صعب عليهم، فعشان كده بشرح مره واثنين وثلاثه. تاني حاجه
هيقول لك الاجابه مثلا، انت اخترت الاجابه رقم 3 في المسابقه، فبتضغطي على الزرار رقم 3 مش بتقوليها شفوي. يبقى الحاجه اللي بتتنطق شفوي بس يا ست الكل هي الاسم بس. كده دي جاهز اللي انا بهرته للسمك، وعندي السمك وعندي الميه اللي فيها تلج. يا استاذه اسماء، استاذه اسماء ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا شيف؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله يا رب دايما. ممكن طريقة التومية؟ التومية من عينيا. حاضر. الإعادة بتكون الساعة كام؟ الساعة 7 إن شاء الله. الساعة 7؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا يا أسماء. التومية بتجيبي نص كوباية من المية، بتحطيها عندك على النار، تحطي معاها واحد بياض بيض وتقلبيها كويس جدا، بتحطي معاها 3 فصوص توم مفرومين، وتبدأي إن أنت تغليهم على النار حاجة بسيطة مع ربع بطاطساية مبشورة. وبعد كده بتسيبهم يبردوا، بعد ما يبردوا تقوم حطهم في الخلاط وتنزلي عليهم بكوبايه زيت رفيع جدا، والخلاط يكون شغال على اعلى سرعه، تطلع معاك التوميه مظبوطه مع شويه ملح صغيرين. هنا الميه بحط عندي الميه الدافيه، بحط عليها الخميره، وبحط عليها شويه سكر صغيرين، وبنحط عليها معلقه كبيره من الكركم. تمام؟ يبقى الكركم والخميره والسكر. شوفي التخميره ديت هتبقى عامله ازاي لما تسيبيها كده، والطعم بتاع الكركم نفسه يخش مع الخميره فبيدي طعم محترم جدا. حط عندي بقى هنا الدقيق بتاعنا، وهنا معلقتين اتنين من زيت الزيتون نضيفهم، ودي بعد ربع ساعه زي ما اتفقنا نحطها. تمام؟ بعد ربع ساعه ابدا احط عندي الكركم مع الخميره مع السكر، وابدا ان انا اشغل. والله لو احتاجت ميه هزود ميه، ما احتاجتش تبقى تمام. كنت منزل امبارح بوست على الفيسبوك، والناس كتير ناس خدوا الموضوع بجد وعارفين انا بتكلم في ايه، وناس كتير اتريقت وقعدت تضحك وتهرب. مفيش مشكله عادي يعني، اللي يضحك ويهرب برضو ايه خدنا ثواب. احنا كنا منزلين بوست نزل على الصفحه الشخصيه بتاعتي، وبنقول ان الملح الخشن فعلا بيشيل الطاقه السلبيه اللي موجوده في البيت، خصوصا احنا دلوقتي كلنا في بيوتنا. ربنا يعافينا ان شاء الله ويرفع عننا الابتلاء. هو في بعض من الطاقه السلبيه موجوده، تمام؟ خوف بقى، تهويل، حاجات كتير جدا بتبقى موجوده في البيوت المصريه اليومين دول، ده في العالم كله مش عندنا احنا بس. فبقول ان الملح الخشن لو اللي عندك بانيو تحط في بتملاه نصه، وبعد كده بتحط الملح الخشن، وبعد كده بتبدا ان انت تحط نفسك فيه حوالي ربع ساعه ولا نص ساعه وتقوم، ده بيشيل الطاقه السلبيه فعلا اللي موجوده في الجسم، وده حقيقه. تاني حاجه، في ناس بتقول احنا بناخده بنمسح بيه الشقه، ده حاجه كويسه جدا. هو في ناس بتقول لك لا، البخور مع قراءه سوره البقره ده بيمنع برضو اي طاقه سلبيه تبقى موجوده في البيت، برضو جميل. فامبارح لما كتبنا البوست بقى في ناس قالت ده كده وصفه مخلل مش وصفه طاقه سلبيه. مونتي ده اهو اجيبك. وفي ناس تقول لك طب احنا لو ما عندناش بانيو هنعمل ايه؟ طشت، طشت الكبير الحلو الجميل ده نعمل كده فيه عادي والله، نستحمى بيه يعني، نحط كده الميه الدافيه مع الملح الخشن ندومه ونبدا ان احنا نتشطف بيه. وجربي وشوفي الموضوع هيبقى عامل ازاي، وان شاء الله خير. ده وصفه دي من ايام اجدادي. واللافندر يا سلام، الله عليك، عطر اللافندر، الله عليك. مين معانا؟ يا استاذه هدى. الو الو الو. ايوه يا شيخ محمد، صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك يا استاذه هدى؟ ايوه يا شيخ محمد. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك عامل ايه؟ والله الحمد لله في نعمه، ربنا يعزك. ربنا يخليك يا رب. والله يا شيخ محمد انا عايز اعرف طريقه فتة الشاورما. فتة الشاورما؟ ايوه والله من عينيا الاثنين. بكره عاملين حاجه قريبه جدا ليها، اتفرج علينا وهتعجبك جدا. طب انا عايزك اخد رقم حضرتك. حاضر، تحت امر حضرتك، التليفون مع الاستاذه ايمان وان شاء الله تدهوني. شكرا لحضرتك جدا. تمام، شكرا يا استاذه حنان. اهو نبدا ناخد العجينه
تمام كده اهو. نبدا ان احنا نكورها. بص العجينه الملمس بتاعها عامل ازاي. تسيبيها تتعجن الاول وتسيبيها عندك تتخمر شويه، وبعد كده نبدا ناخدها واحده واحده كده، ونبدا ان احنا نديها ايه تكويره كده محترمه عشان نقدمها مع ايه، مع السمك. طعم الكركم اصلا مع الخميره موضوع حلو جدا. العجينه عشان توصلي للقوام بتاعها الصح، اللي هي ما تبقاش تلزق في الايد بعد ما تتعجن. يا ياسين، ياسين حاول تتصل بينا. ياسين من اسماء الجميله اللي انا بحبها بصراحه. ياسين ايه قلتها؟ تمام. خدنا العجينه اهي تمام، وبعد كده ببدا ان انا اغطي عليها على العيش ده واسيبه يرتاح بقى شويه. تمام. ده طبعا بعد ما قعد في العجان يتعجن معايا. هي نفس اهو نفس اللون بس اللي في العجان، عشان الناس تقول لي انت خدت عجينه تانية، نفس اللون بالظبط، بس محتاج ده اللي هو يبدا يتخدم معايا كمان في العجان، ومش محتاج اصلا ان انا اديله ميه تانية. الميه بتاعته مظبوطه جدا زي ما اتفقنا، العجينه ما تلزقش في ايديكي، تبقى واصله للقوام المحترم جدا للعجينه. بسرعه كده تعال نشوف عندنا السمك هنعمل فيه ايه. في ناس اتصلت وبتسال على اطباق الميلامين يا حمدي، اهي الاطباق الميلامين اللي احنا شغالين فيها دي. دي الاطباق دي مش صيني، دي اطباق ميلامين اللي هي التركي اسمه هابي شيف. ده بيجي بكذا لون، بكذا لون، في منه بقى اللي هو الاحمر، في منه الليموني، في منه الاخضر. كل طقم هتلاقي اعتقد 39 قطعه بلونين اتنين، يعني الطبق ده هتلاقي لون، التحت الابيض التاني هتلاقي احمر، وده احسن لونين بصراحه بحبهم، الاسود مع الاحمر بيبقوا حلوين جدا، في جري مع الليموني بيبقى جميل جدا. لو عايزه تجيبيه برضو ده هتلاقي موجود زي ما اتفقنا في صفحه برايتز هاوس، تقدري اللي انت حضرتك تجيبيهم وتحصلي عليهم. طبق ريك والحلل وكل حاجه هتلاقيها موجوده على الصفحه، وعاملين عروض هائله تقدري انت تستفيدي منها. هاخد بقى السمك بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد ما اتبل كده اهو بنقوم حاطين عندي في الدقيق. يا يوسف، يوسف، يوسف ازاي؟ الو، ازيك يا يوسف؟ الو حضرتك، عايز اعرف طريقه البانيه. الايه البانيه؟ الحمد لله، عايز اعرف طريقه البانيه. حاضر يا يوسف من عينيا. حاضر يا حبيبي من عينيا الاثنين. شكرا يا يوسف. نفس اللي احنا بنعمله ده اهو اشتغل فيه بانيه، مش شرط بقسماط. ممكن البانيه تعمله بدقيق على فكره عادي. الدجاج بتجيبه وتتبله بميه بصل وشويه ملح وفلفل وشويه بهارات، وتسيبه في الثلاجه 3 ساعات وتطلعها وتعمل نفس الحركه اللي احنا بنعملها دي. بص السمك حط في ميه بتلج وطلع. وقلنا قبل كده الفكره اللي انا بعملها للبانيه على طول بتلاقوها عندي في البرنامج، عشان طبقه الدقيق، الطبقه اللي انا بحطها من فوق ديت تمسك في السمك وما يطلعش منها ابدا، وتديني طبقه مقرمشه كمان. تمام اهو، وهشيلها من الميه بتلج واقوم حاطها في الدقيق. اللي عايز يزود طبقه يزود، يعني ممكن بعد ما اديها الدقيق ده اهو كده اقوم واخدها تاني حاططها عندي في الميه بتلج واقوم مطلعها واقوم حاطها في الدقيق تاني لو عايزه طبقه مقرمشه اكتر. يلا هناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل اهو تقوم واخداها كده اهو يا عم حمدي. تمام، ونطلعها ونبدا نحطها عندي في زيت يكون سخن، وزيت يكون كتير، زيت يكون كتير، بنغلط كتير قوي في موضوع القلي وبنحط زيت قليل. حط الزيت عندي على النار على ما يسخن، نرجع من الفاصل نبدا نقلي ونبدا نسوي عندنا العيش ونعمل لكم عندنا الرز، نكمل ولكن بعد الفاصل.
اهلا بيكم رجعنا بعد الفاصل. بنبدا بقى الايه، خلاص مجرد ما تحطها في الدقيق، على فكره ما ينفعش تحطيها في الثلاجه بعد ما تحطها في الدقيق، المفروض تنزليها في الدقيق وتنزليها على طول فين؟ عندك في الزيت، لان حضرتك لو ما عملتيش كده هتشرب الدقيق ودي مش هتبقى حاجه كويسه، مش هتطلع معاكي مقرمشه خالص. فانت مجرد ما تحطي السمك على طول في الدقيق تبدا انت تحطيه فين؟ على طول في الزيت زي الفل كده ما شاء الله. تمام، ونبدا ان احنا نحمر عندي في الزيت لحد ايه، وبعد كده نحط على طبق عليه مناديل. طيب هنا بقى تعالى نعمل شويه رز كده محترمين. ازاي نعملهم؟ بحط عندي شويه من زيت الذره هنا. يلا بينا يا استاذ حمدي، تعالى بس الباور بتاع ال. تمام، حط عندي الزيت اهو قدام حضرتك عشان يبدا اللي هو يغلي معايا. فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، وعندي طماطم، عندي بصل، كمون، ورز مصري. بس مبدئيا كده عشان ايه ياخد ما ياخدش وقت معايا، نحمص البصلايه. نحمص البصلايه كويس جدا. تمام اهو، ده الكلام ده اهو يا ياسين. ياسين الو، ازيك يا ياسين؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله كويس يا رب دايما. ينفع اشوف اعرف طريقه البط؟ اه طبعا. المشوي. البط المشوي؟ اه. لا هنعمله بقى، هنعمله روستو، مش هنعمل يعني هندخله الفرن. اه ايوه بالظبط، خلوك زي المشوي كده، حاجه محترمه جدا. البط انت بتجيبه تخليه تنضفه كويس جدا بالملح الخشن طبعا والليمون وشويه دقيق، يشيل تشيل اي زفاره. الشعر لو مش عارف، لو في بعض من الحاجات البسيطه مش عارفين نشيلها بنشوحه على النار، وده حاجه مش وحشه يعني، حاجه عاديه جدا. نبدا ايه نتبله تتبيله محترمه بالروزماري وبصل مبشور وشويه ملح وفلفل وبهارات وميه طماطم وشوية خل وعصير ليمونة، ولو عايزة تحط له عصير برتقال مفيش مشكلة. وبعد كده بنقوم واخدينه وحاشين من جوه خضار، جايبين خضار مكعبات جزر بقى وطماطم وفلفل، معلقتين اتنين من الصلصة، وناخد شوية من التتبيلة ديت ونحشي بقى البطاية، ونقوم مغلفينها كده، نقوم حاطين ورق لوري وبصل وحبهان، ونقوم مدخلين عندنا الفرن تقعد معاه بالظبط 3-4 ساعات، بس بعد ما تتحط في التلاجة الأول بعد التتبيلة ساعتين اتنين، ده أهم حاجة. شكرا يا ياسين حبيبي، وربنا يكرمك يا رب ويبارك لك. ادي الفلفل الاخضر اهوت وفلفل الحامي زي ما اتفقنا. حط عندي لو عايز احط فلفل حامي برضو شغال مفيش مشكله برضو. حط فلفل اصفر الوان. هنا البصلايه لازم زي ما اتفقنا احنا بنعمله زي رز الصياديه، فعايز اخلي البصلايه لونها ذهبي. تمام، ذهبي غامق. وبعد كده نبدا نضيف عندنا الخضار، فمش هنستعجل على اي حاجه خالص وبراحتنا. هنا الطماطم هقطعها عندي مكعبات برضو نص كده عشان تطلع كلها مكعبات تبقى زي بعضها. الخضار كله ده يتحط مره واحده، بصي كده كده، تيجي من النص كده وتقومي عم بقسمها كده من هنا، هتطلع معاكي مكعبات زي الفل. هنا البصلايه زي ما اتفقنا تاخد اللون الذهبي، والسمك خلاص مش هياخد تسويه كتير، خلي بالك من السمك مش هياخد تسويه كتير معانا. الاخبار بص ما شاء الله زي الفل اهوت. تمام، خليه كمان ايه القرمشه اللي فيه اهوت قدام حضرتك اهوت، نبدا نسيبها كمان شويه حاجات بسيطه، وبعد كده نبدا ان احنا نطلعها مع بعض. وهنا ممكن ازود بس شويه ماده دهنيه هنا
شويه زيت صغيرين، اللي عايز يشتغل بسمنه بلدي يشتغل بسمنه بلدي مع البصل لحد ما ياخد لون الذهبي، عشان اهم حاجه ده اللي يظبط الطعم اللي انا عايزه للبصل بتاعنا قدام حضرتك اهو. تمام، هناخد عندنا العيش، نخلص حوار العيش ده بقى نشوف هنعمل فيه ايه. بص بعد ما العجينه اتلحت معايا يا ام حماده، ازيك؟ السلام عليكم. ازيك يا ام حماده؟ عايزه طريقه عجينه البلح الشامي، عجينه بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه على مهلك، على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه عجينه العيش المحشي بالعجوه ده، اللي عايزه اللي هي القرص العجوه. ايوه قرص العجوه، ولا أيوة. انت عايزه حاجه تاني من عينيا الاثنين يا ام حماده؟ لا هي قرص العجوه. انت تؤمريني. حاضر من عينيا. الله يبارك فيك. كل سنه وحضرتك طيبه. طيبه يا ولد. شكرا يا ست ام حماده. شكرا يا فندم، مع السلامه. تمام اهو اهو. حط الدقيق اهو، نفرد. خلي بالك الفرده مهمه قوي عشان تطلع مظبوطه كلها معاكي، ما تقبش من ناحيه وناحيه لا. يا هبه ازيك؟ يا استاذه هبه لو سمحت، انا كنت بشترك في المسابقات كتير وما كنتش بكتب، وانا نفسي لان انا ولا عندي عطش ولا عندي اي حاجه، ونفسي يبقى عندي عطش. حصلت عندي مشكله فخلت ما عنديش عطش ولا حاجه، فانا نفسي يبقى عندي عطش. عندك عفشه؟ مش فاهم عندك ايه؟ ما عندهاش فرش في الشقه. طيب يا ربنا يجعلها من نصيبك، والله ربنا يجعلها من نصيبك. هو انا عامل مسابقات دي ليه طيب؟ ما انا قلت لك والله ليس هدفها الربح، انا هدفها بس ان احنا نبسطكم ونسعدكم. والناس فعلا اللي محتاجاها الموضوع كله زي ما قلت لك هو ال 3 جنيه، فمش هكلفك حاجه، مش حاجه 3 جنيه خالص. في الايام اللي احنا فيها والزمن ده ال 3 جنيه مش حاجه اللي انت تكلفي بيها نفسك وتخش فيها المسابقه. فالمسابقه والله قدام حضرتك احنا عاملينها عشان كده اصلا، ده الهدف بتاعنا الرئيسي. اي حد محتاجها يكون بيجهز او اي حاجه يتفضل يتصل، وان شاء الله تكون من نصيبك. السؤال قدام حضرتك اهوت الخاص بالمسابقه. ربنا يكرمك ان شاء الله يعني. شويه سمك عناب، عناب والله. نشيلها كده اهوت بقى ايه، نبدا نحط السمك كده على منشف مطبخ وما نسيبوش كتير. السمك الفيليه صفي من الزيت كويس. بس اوريك الطبقه اهي ما فكتش ولا اي حاجه خالص. ليه بقى؟ الزيت سخن زي ما اتفقنا، الزيت كتير ده اهم حاجه برضو. الزيت لو قليل صدقيني مش هيطلع زي ما انت شايفه كده، وهتلاقي فكك منك وهتلاقي معجن ومش هتلاقي مظبوط معاكي زي ما احنا بنطلعه كده على الهواء. عايزه تطلعيه زي ما كده، زي ما قلت لحضرتك اللي انت تخلي بس الحاجه تبقى كتير شويه اللي الزيت. البصل بص يا خال بقى لونه زي ما اتفقنا ذهبي اهوت. نبدا نعمل ايه بقى؟ يعني عايز سنه كمان بصراحه يا استاذه شاهيناز. حضرتك استاذه شاهيناز ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ازيك دلوقتي؟ انا كان ليا سؤال بس بخصوص الكحك اللي عملته في العيد. ايوه يا فندم. دلوقتي انا لما بعمل الكحك على السخن وبحط فيه عجميه او ملبن لازم يفتح معايا في الفرن. ايوه تمام، عشان بيبقى ناعم جدا. لما بعمله على البارد ما بيفتحش. انا عملته. هل المشكله عندي انا ولا هو الكحك اللي على السخن ما يتعملش غير ساده؟ لا ازاي، بتعمل محشي الاثنين بيتعملوا ما فيش اي مشكله خالص، طريقه العجن بتختلف. بيفتح ليه معايا في الفرن؟ ما انا بقول لحضرتك اهوت، انا الطريقه اللي انا بشتغل بيها وكنت شغال بيها في المصانع وفي كل مكان كنت بروحه هي الطريقه اللي انا كنت بشتغل بيها على البارد. كنا بنحط على 50 كيلو دقيق كنا بنحط عليهم 25 كيلو سمنه. يا نهاري. كميات. أيوة. كميات. فانا بقول لك اهوت الكيلو دقيق هو بياخد نص كيلو سمنه وبعمله على البارد. وقلت الطريقه ان انت تعجنيها الاول مع بعض، تنعمي العجينه الاول وبعد كده اخر حاجه خالص الحليب، هيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. ما هو طلع حلو بس لما سخنت السمنه فتح.
اه انا المشكله طريقه السمنه ديت انا ما بحبهاش عشان الحته اللي انت بتقول عليها ديت لها طريقه عجن معينه مش هتفتح منك لان هو بيبقى انعم من البارد وده طبيعي. شكرا لحضرتك جدا ربنا يكرمك ان شاء الله. وطالما نجح معاكي بالبارد باللي خلاص اللي بتعمليه بالسخن دي يعني طالما نجح معاكي وانت هي بارد خلاص. وقلت قبل كده الموضوع ده هو موضوع المعجنات العيد كحك بتيفور بسكوت حاجه طلعت معاكي مظبوطه ما تفكريش تغيري طريقتك خلاص انت صح. فلفل الالوان والطماطم ضفناهم مع البصل الله على الروايح هنا دقيقه اجيب هنا صاج الدقيقه اهو نحط الدقيق هنا بالكركم يا ليلي ازيك؟ الو يا ليلي ليلي معلش اتصلي بينا تاني. شفت الفرد اعلى حاجه بدرجه حراره الفرن اعلى حاجه تمام اعلى حاجه ان شاء الله في درجه حراره الفرن ما نفردش قوي خلاص لا تمام اهو تمام يا حبيبي. تعالى بقى نشوف عندنا هنعمل ايه. بسم الله ندخل على طول هنا وندخل هنا ونقفل هنا ونقفل هنا تمام. ونبص على البصل عمره ما يتحرق خلاص لان احنا حطينا له خضار. طالما حطينا له الطماطم والفلفل الالوان هيفضل لونه زي ما هو. بس اهم حاجه ما نستعجلش وننزل الرز. لا لو استعجلت ونزلت الرز الطعم هفقد شويه من الطعم اللي انا محتاجه اكتر. اخلي الخلطه ديت اللي هي الفلفل الالوان والطماطم يتدبله كويس جدا مع البصل فيدي طعم اعلى شويه. اشغل الكاتل بتاعي مع عم حازم كان عامل كوبايه شاي ومسخنه ومروقه. ماشي هنا بقى بقوم نازل عندي بشويه كمون عليه وبعد كده بقوم حاطط عندي شويه الملح. كل عايز يضيف مكعب مرق مفيش مشكله. وسيب عندنا لحد ما يبدا يدبل معايا. طيب بقوم جايب عندي الرز ونبدا ان احنا ننزله هنا الرز المصري وما نستعجلش وننزل الميه ما نستعجلش وننزل الميه بقى واحده واحده كده نبدا ان احنا نديله تقليبه محترمه. بص اللون بتاعه بقى عامل ازاي من البصلايه طبعا ومن الايه الخضار اللي احنا حطيناه. يعني حوالي دقيقتين اتنين تلات دقايق كده نبدا ان احنا نقلب فيه عشان ما يبقاش معجن قوي معانا ويبقى مفلفل معايا وزي الفل. وبعد كده بقوم نازل عندي رايح عندي جايب الميه السخنه بتاعتنا ونازلين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بعد ما حطينا عندي الحاجه بالميه السخنه بسيبه عندي يغلي ياخد الغلوه بتاعته المحترمه ونديله التقليبه الجميله بتاعتنا هي. نظبط ملحنا ونظبط كل حاجه ونبدا نغطي عليه لحد ما يبدا اللي هو يستوي معايا كويس جدا. يلا العيش اهوت يا حمدي. بص اهو لا فيها شويه عصير بقى يعني نروق بيهم شويه عصير كده ليمون هنشوفهم ان شاء الله ولكن بعد الفصل.
شويه عيش تاكلي صابعك وراهم، لان الكركم مع الخميره زي ما اتفقنا بيعملوا شغل عالي جدا. طب السمك اهوت بص طالع عامل ازاي، العيش طالع قدام حضرتك برضو. تمام، ببدا اجيب عندي الليمون وابدا ان انا اقطعه. تعال نشوف عندنا هنا شويه الرز المحترمين دول وصلوا معانا لفين. ادي قدامك اهوت الرز، هتبقى اديله تقليبه، شويه رز صياديه يفتحوا النفس. اختم براحتي خالص، الفكره ان انت تحمري عندك البصلايه وبعد كده تقومي حاطه الخضار، يطلع معاكي حاجه محترمه جدا. السمك زي ما اتفقنا قدامك اهوت، ادي العيش، شويه سلطه. السمك ده عايز ايه بقى؟ عايز ليمون، عايز ليمون، عصير ليمون. نبدا نظبطه مع بعض عشان يخلي الحاجه طعمها احلى واحلى ونبلع بيه. تعال نطلع عندنا العيش بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام. لا العيش هو طالع من الفرن، والله بيبقى حاجه تفرح ده بجد يعني. تعالوا بقى نشوف عندنا الليمون، خلطنا موجود، تلجينا جاهز اللي في درج الفريزر. ببدا ان انا اجيبه احط عندي الليمون اهوت، ليمون عشان تقشريها منتهى السهوله. تعملي لها قاعده من هنا، قاعده من هنا، السكينه اهوت، ونبدا ان احنا نقشرها. كده كده ايه هيتصفى الكلام ده. احلى مسن ممكن بستخدمه في حياتي المسن ده، اجيبه مفيش مشكله. شفت اللي هو بالحجر ده، احلى مسن انا بحب استخدمه كده. تمام، وكده بميل كده، تمام، وكده. وبعد كده تقومي جايبه منديل ومسحه بالراحه خالص السن ده، او تشطفيها افضل، ونبدا ان احنا نشتغل بيها. بص السن عملت ازاي، بص السن عملت ازاي، بص ما شاء الله في ثانيه تلاقيها اتعملت، بس بيها يشطفها افضل كده اهو. شايف السن مش على حرف الرخامه، نبوظ الرخامه بتاعتنا. تقوم واخده الليمون حطها هنا. تمام تمام، بعد كده بنقوم واخدين عندنا النعناع الاخضر، السكر يا شباب، يا استاذه نجوى، استاذه نجوى نعناع اخضر، يا استاذه نجوى مش عارف استاذه نجوى معانا ولا، معلش يا استاذ نجوى حاول اتصل بينا تاني. هم واخدين عندنا الايه التلج، نقوم حاطين عندنا الميه. يا مساء الانتعاش. احب انا جو العصير ده قوي. ناقص طبعا اخر حاجه الايه السكر، هنبدا نجيبه مع بعض. هنا بقى ايه أصنص النعناع كده 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 كده، نروق كده اهو، ويبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. هجيب عندي السكر ونقوم ضايفينه، وابدا ان انا اشغل عندي الخلاط الكلام ده كده. ايوه هنا ليمون، عايزين نقول ان شاء الله لاخر احنا هناخد فاصل وهنرجع تاني، هيبقى معانا المتسابقه ان شاء الله مدام جمالات اللي مشرفانا ومنورانا من عين شمس، وجايه هتستلم معانا الجائزتين الديب فريزر، وهتستلم معانا المبرد. ليمون
عارفه اهم حاجه في العصير ايه؟ انت ما بتاخديش بالك منها، ما بتستعجلي انت في الضرب وتقومي شايله الحاجه على طول وصباها. سيب الخلاط يضرب شويه مع الحاجه، سيبيها كل حاجه تمتزج بحيث تاخدي النعومه اللي موجوده في العصير. ما تستعجليش وتقوم شغاله دي 15 ثانيه ولا حاجه، تقومي قافله وبعد كده تقومي صبه. سيبي الحاجه تاخد راحتها في الضرب، تطلع لك حاجه محترمه. شوية بقى ايه صودا، تمام يا استاذة سمر. استاذة سمر الو الو، ازيك يا استاذة سمر؟ ايوه يا شيخ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، ازيك؟ انا من اشد المعجبين بحضرتك يا شيخ محمد. ربنا يكرمك يا رب، بتسلمي. انا بطلب من حضرتك طلب. ايوه اتفضلي يا فندم، اتفضلي. بس عاوزه رقم حضرتك الشخصي. حاضر، من عينيا الاثنين. حاجه تاني؟ لا شكرا، تحت امر حضرتك. حاضر، حواليك دلوقتي الكنترول. شكرا ليك جدا يا استاذه سما. شكرا يا فندم، بارك الله فيك، مع السلامه. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم، اشكرك، مع السلامه يا مدام سما. الله يخليك يا فندم، الله يخليك، مع السلامه. تمام، اصفي اهو كل حاجه مصفيها، وبعد كده نقوم رايحين فين؟ عندي ليه؟ لا يا حبيبي، تمام. عصير الليمون بقى اهو من النعناع، الله عليك. ناخد شويه نعناع زياده بس، تمام. وده الشكل النهائي عندنا لعصير الليمون. وتعالوا نبص هنا على الرز. الرز خلاص استوى معايا، بص تمام، بص ما شاء الله طالع لون شكل في الفلفله بتاعته، عارفه انت اللي هو ما بيبقاش معجن قوي ولا مفلفل قوي، هو ده يعني القوام اللي احنا بنبقى محتاجينه ناكله، تمام. ادي قدام حضرتك اهوت بالريحه الجميله. قشطه لو حس. تعالوا ناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل هنبدا نستقبل مع بعض مدام جمالات اللي مشرفانا من عين شمس، نستقبلها ان شاء الله ونسلمها الجايزه ونقدم حاجتنا، ولكن بعد الفاصل.
معانا تاني بعد الفاصل. ودلوقتي معانا طبعا مدام جمالات اللي منورانا من عين شمس وجايه تستلم الجائزه المبرد اللي من شركه بساب اللي مقدماها طبعا لينا الشركه المحترمه شركه بساب ومقدمانا المبرد. وزي ما انتم شايفين عارفين طبعا الماركه دي محترمه جدا والمبرد بتاعها محترم والدي فريزر ان شاء الله مبروك عليك. الله يبارك فيك. منوره. الله يخليك يا استاذ محمد. اساسي بقى من عين شمس؟ يعني انت الاصل من عين شمس؟ انا اصلا ايوه من عين شمس. من مصطفى حافظ. مصطفى حافظ العرب. طبعا عرب طبعا حبايبنا كلهم هناك. الله يخليك. ده انا اعز اصحابي من هناك. الله يبارك لك يا رب. الله يخليك. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ نعمه والله الحمد لله. كله تمام الحمد لله. الف مليون مبروك على الجائزه. الله يخليك. الله يبارك. ان شاء الله يا رب تعجبك ان شاء الله كده. الله يخليك يا استاذ محمد. الله يخليك. الله يخليك. اتصلتي كم مره؟ هي مره واحده بس. مره واحده بس؟ ابن اتصل قال يا ماما دي انا عملتها كده وربنا يسهل ان شاء الله. عندك كم ولد؟ هو ولد واحد بس. والله ما شاء الله الحمد لله. ربنا يباركك فيه. الله يخليك. كام سنه؟ ايه عنده يعني في ثالثه اعدادي ورايح اولى ثانوي ان شاء الله. ان شاء الله باذن ربنا يكرمه. ان شاء الله ربنا يكرمه. قدم البحث وكله تمام. خلاص ونجح كمان. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. لا هي سنه سهله الحمد لله. يعني الحمد لله. على الاطفال هو البحث كان سهل يعني. البحث كان سهل. أيوة. هو اللي عمله ولا انت اللي عملته له؟ لا والله هو اللي عمله. من الالف للياء. مع نفسه. تحياتي له. والله. اسمه ايه؟ اسمه عمرو احمد عبادي. احلى عمرو. هو بنعمل له اهداء للبرنامج وبنقول له الف مليون مبروك. الله يبارك لك. ربنا يبارك لك فيه. ان شاء الله. ربنا في اكلنا. ده 10 على 10. تمام؟ الله يخليك. انا كنت نفسي اقف جنبك كده بس. الله يخليك يا ست الكل. الله يخليك. الله يخليك. الله يبارك. انت منورانا. والله العظيم انا اللي متنوره بكتير يعني. الله يخليك. الله يخليك. الله يبارك. والف مليون مبروك الجائزه. الله يخليك. الله يبارك لك يا رب. وان شاء الله لو انتوا عايزين تبقوا موجودين معانا في الجائزه الجديده. الجائزه قدام حضراتكم اهي. دي الغساله المقدمه من وايت بوينت العبد. غساله محترمه جدا. غساله طبعا فول اوتوماتيك. تقدري ان انت تحصلي عليها عن طريق اجابتك على السؤال على الاجابه التانية او على السؤال الثاني ان شاء الله لو عايزه تحصلي على الجائزه ديت. عشان السمك ما يتزقش من الشوايه انت بتجاوبي بتقولي واحد توم ولا اثنين طماطم ولا ثلاثه طبعا الليمون تقطعيه شرايح وتحطيه تحت السمك علشان ما يتزقش. اسهل اكتر من كده ايه؟ من اي موبايل 1 3 7 من اي رقم ارض 0909 3 7. كنت سعيد جدا لو كنت معاكم النهارده. مبروك لمدام جمالات. الله يخليك. عايز بقى تحيات الكل اهل عين شمس. الله يخليك. هم اصلا شايفينك دلوقتي مفيش حد ما بيفتحش عليك. الله يخليك. الله يخليك. سلام ليهم كلهم. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويبارك لك في عمرو ان شاء الله يا رب. خليه لك ويجعله في الذريه الصالحه ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. اشوفكم على خير ان شاء الله. كنت سعيد جدا بلقائي معاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.